تعال نشوف السؤال الحلو ده، بيقول لي ايه؟ بيقول لي measuring cylinder، يعني عندي measuring cylinder اهو، contains 50 milliliter of oil. عندي هنا 50 مللتر وليكن زي كده من الاويل. حلو، الاويل ده insoluble in water، ما بيدوبش في الميه الزيت. طيب with a density 1.5 جرام لكل مللتر، كانت الدنسيتي كده. بقول لي ايه بقى؟ What is the new level of oil؟ عايز اعرف مستوى الزيت الجديد امتى؟ In cylinder after 40.3 milliliter of water is added to it. اذا ضفنا 40.3 مللتر في السلندر ده هوت، هيبقى الليفل الجديد كام للاويل؟ للاويل. نبص مع بعض كده ونركز في السؤال. سؤال بسيط جدا بس يبان ان هو ايه، يعني ايه ده. نبص مع بعض كده، انا حطيت هنا 50 مللتر في اويل، بس نخلي بالنا الاويل ما بيمتزجش مع الميه. يبقى اذا انا لو حطيت ميه، الميه هتدخل مع الزيت ويعلى الفوليوم ولا مش هيعلى؟ مش هيعلى، لان هيحصل ايه؟ ان الاويل هيفضل تحت لان كثافته اعلى والميه كثافتها اقل، يبقى تفضل فوق. يبقى الزيت هيفضل تحت هنا والميه هتفضل هنا. وايه اللي في السؤال؟ ايه new level of oil؟ oil هل الزيت ده هيرتفع عند فوق الخمسين ولا مش هيرتفع؟ لا، هيفضل عند 50. يبقى new level of oil هو بالضبط 50 مليليتر، يبقى مش هيرتفع. يبقى اذا new level 50 مللتر. ليه؟ لأن الأويل مش هيرتفع، مش هيمتزجوا مع بعض، هيفضل المية فوق وهتفضل الزيت تحت، والأويل هيفضل عند 50 في الحتة دي ومش هيعلى فوق. فهمناها؟ عشان كده إيه، السؤال بسيط جدا بس نركز فيه.